ومن مقر انعقاد احتفالية الإساسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. إليك كريم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل من العاصمة الإدارية، هنا أمامي الآن القاعة الرئيسية التي أقيمت فيها الاحتفالية الخاصة بمنظمة الإساسكو. لكن هذا المؤتمر أو هذه الاحتفالية ليست خاصة بالمؤتمر العام لمنظمة الإساسكو في حد ذاته، ولكن هي احتفالية بالمحاكاة، محاكاة الشباب لمنظمة ومؤتمر الإساسكو بتمثيل الشباب للبلاد المشاركة في الإساسكو. هم 54 دولة، دول إفريقية ومنها أيضا دول من القارة الآسيوية، دول أيضا عربية. لذلك الأهم في هذا المؤتمر هو تمثيل الشباب. لذلك الإساسكو يطلق هذا العام 2023 عام للشباب. هناك العديد من البرامج الذي يقوم عليها الإساسكو لتدريب وتأهيل الشباب العربي والإسلامي بشكل عام، ولكن أيضا بمشاركة ومتابعة من بعض الدول من القارة الآسيوية وأيضا من قارة آسيا وأيضا من القارة الأوروبية وبعض الدول في أمريكا اللاتينية. اليوم هذا الاجتماع كان التمثيل المباشر، أيضا كان هناك المجلس التنفيذي للإساسكو وأيضا مجلس الشباب التنفيذي. المجلس العام وهو المحاكاة في المجلس العام والمؤتمر العام كان برئاسة مصرية ونيابة ماليزية، أما المجلس التنفيذي فهو برئاسة فلسطينية. هذا الأساس في البرنامج. تم تدريب بالفعل عن طريق الإساسكو أكثر من 50 شابا فيما يتعلق ببرنامج تدريب الشباب للأمن والسلامة. تم تدريب أكثر من 2000 شاب فيما يتعلق بتدريب الشباب المهنيين التابعة للإساسكو. لذلك المؤتمر هنا ليس فقط يعتمد على البرامج التدريبية، ولكن أيضا باستضافة عدد كبير من الوافدين داخل جمهورية مصر العربية من جميع الدول المشاركة في الإساسكو. الوافدين هم يدرسون في الجامعات المصرية، الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، جاءوا اليوم ليشاركوا في هذا المؤتمر ليعبروا عن آرائهم. وأيضا بالإضافة للمشاركة والتعبير جاء الأوائل في الكليات المختلفة. هؤلاء الأوائل يتم تكريمهم اليوم بالفعل. لذلك هو جزء من التكريم، بناء القيادة وأيضا بناء الشباب وقدرات الشباب بشكل عام لقيادة المستقبل، جزء هام من فعاليات الإساسكو اليوم هنا في العاصمة الإدارية. شكرا لك على هذه المعلومات المفصلة. كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس.